بمناسبة رعاية سموه للحفل الختامي لمهرجان المسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية لذوي العزيمة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة أن المهرجان أخرج العديد من المواهب الشابة في نسخته الرابعة بمشاركة 12 فريقا مسرحيا. وقد أقيم المهرجان تحت شعار لنغرس بسمة بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة، ولدى وصول سموه إلى مقر حفل الختام كان في استقباله سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة. وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للمهرجان، وقد أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن المهرجان ولد لكي يبقى مستمرا في السنوات القادمة، مبينا سموه أن الفعالية تأتي ضمن المبادرات المستمرة لدعم القطاع الشبابي في جميع المجالات خاصة المجال الثقافي والإنساني. وأكد سموه أن المسرح الشبابي هذا العام أكد ما يتمتع به الشباب البحريني من قدرة على الإبداع والتميز. هذا وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد الفائزين بالجوائز، كما كرم مجموعة من رواد المسرح وضيوف الشرف. Thank you.
بعد شهور حملت في كنفها سواعد وطنية ثابرت بكل جد عبر دورات مكثفة وورش عمل متواصلة لولادة حدث مغلف بألوان التميز، أغلق باب وفتحت أبواب يدخل من خلالها أولئك الفنانون إلى عالم مضيء يسمو بتوافد المبدعين من الشباب البحريني. أحب أشيد بدعم واهتمام ومتابعة سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لهذا المهرجان، وأيضا اهتمام سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة. احنا الحمد لله اليوم وصلنا للنسخة الرابعة من مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية وذوي العزيمة. هذه المهرجان اللي أحيا المسرح الشبابي من جديد في الأندية. احنا اليوم نتكلم عن 35 نادي ومركز شبابي مشارك في هذه النسخة، 1100 شاب وشابة. اليوم الحمد لله كان عرس ختامي توجنا فيه الفائزين في هذه المهرجان. وعلى خشبات هذا المسرح وللعام الرابع على التوالي كشف الفن وجوها لن تفتأ في كتابة اسمها في سماء المملكة. رواد المسرح البحريني ولجنة التحكيم مزجوا خبراتهم في طاقات شباب هم بأمس الحاجة للدعم والتشجيع. لمسنا حب من الشباب، شغف للتقديم الجديد، تعلموا الكثير، قدموا، دخلوا لجنة الحكم في حيرة، يختارون من أو يخلون من. لجنة التقييم كان لها دور كبير في اختيار الأعمال وتوجيه توجيه الفنانين. المهرجان يعني سنة ورا سنة ورا سنة في إبداع من ناحية الممثلين، من ناحية المخرجين، من ناحية الكتاب النصوص، فيعني شيء بشر بالخير إن عندنا طاقات شبابية يعني تتوزعون في الساحة الفنية في البحرين وبهم بتنهض الصراحة الفن. وفي باكورة هذا المهرجان وزعت الجوائز على كوكبة من الفائزين الذين يمثلون الأندية الوطنية والمراكز الشبابية وذوي العزيمة. المهرجان بشكل عام مهرجان جميل جدا، طلع فينا طاقاتنا كلها، يعني هي فرصة جميلة انك تطلع طاقاتك سواء في الكتابة سواء في التمثيل في الإخراج في السينوغرافيا في كل العناصر اللي يحتاجها المسرح والفنان المسرحي. ذي الجائزة صراحة يعني انا اهديها للوالدة لان ما قصرت، هي اللي دعمتنا من احنا صغار، انا واخواني هي دعمتنا من احنا صغار، الوالد والوالدة ما يقصرون. جائزة لم تكن كغيرها، فقد ضمت في ثناياها لفتات إنسانية اهتمت بجميع الفئات المجتمعية. في هذا المكان أسدل الستار عن حدث حفته الثقافة والإنسانية، جموع صدرتها عمالقة المسرح البحريني وأكثر من 1000 شاب بدأ بريقهم باللمعان، كلهم وقفوا هنا من أجل صناعة فن راق يتناسب مع مملكتنا الغالية. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.